السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله خلاص السنة الرابعة، انتهينا من شرح منهج كنكت فور من كتاب المعاصر، والنهاردة بقى عندنا يا ولاد ملحق المعاصر، كراسة المعاصر التفاعلية. عندنا اختبارات المحافظات هنبدأ نحلها النهاردة بنمبر 49 صفحة 49. هنبدأ نحل اختبارات محافظات ملحق المعاصر للصف الرابع. النهاردة يا ولاد هحل ايه أول 7 محافظات. تمام، معانا النهاردة أول 7 اختبارات من الأول إلى السابع، الصفحات من 49 ل 62. طبعا في مواصفات يا أولاد جدد كده على مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع والخامس والسادس، وأنا بحل هقول لكم السؤال ده اتحذف. يعني أول سؤال معانا كان اسمه listen and write true or false، بنسمع النص ونشوف الجمل ده صح ولا غلط، ده اتحذف. سؤال الاستماع هيجي listen and choose، إنك تسمع وتختار الإجابات الصحيحة من بين الأقواس، يعني عندي كلمات أختار منها، مش هحط الصح والغلط. انا بقى احل الملحق وبعد كده هنزل امتحانات متوقعه ايه بقى باحدث المواصفات. طبعا المعاصر منزل فاينل ريفيجن بي دي اف، انا منزلها عندي على صفحه الفيسبوك مس هبه رجب، وان شاء الله ابدا احل كل الاختبارات اللي فيها بعد ما اخلص الملحق. فالفتره الجايه تابعوني علشان نبدا بقى نحل ايه امتحانات طبقا لاحدث المواصفات وتعديلات الوزاره 2024. يبقى السؤال ده قلنا اتحذف، لكن عندنا سؤال التشوز موجود عادي جدا. تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، ده اول محافظه طبعا معانا محافظه الايه ولاد محافظه القاهره. بيقول لك زميل كارير ساعي البريد ديليفرز بيوصل، بيوصل جاربيج القمامه الكتريسيتي كهرباء بارسلز الطرود بايبس المواسير، طبعا بيوصل الطرود. ذا امبرور الامبراطور، ذا امبرور ليفز ان عايش في هوسبيتال، عايش في سكول، عايش في تنت، عايش في بلس، طبعا عايش في بلس في قصر. ذا بير الدب از نوت ذان ذا بيليكن، الدب ماله بالنسبة للبجع يا ولاد، سترونجر أقوى ولا سترونج ولا سترونجست ولا ذا سترونجست؟ طبعا صفة ذان، الذان يجي قبلها صفة ايه؟ صفة يار يا ولاد، يبقى الدب أقوى من البجع، صفة يار ذان. ذا ميكانيك الميكانيك ذيس ميكانيك نوت فيكسينج ذا كار، وير ولا ام ولا ار ولا از، ذيس ميكانيك از فيكسينج ذا كار عشان المفرد. السؤال ده برضه بيجي ريد ان كامبليت ذا تيكس ويز ويردس ان ذا بوكس، ده برضه بيجي في الامتحان. ويت مبلل براكتس يعني يمارس او يتمرن، الكتريسيتي كهرباء لايتنينج اللي هو البرق. ماي سيستر اختي از ان الكتريشن كهربائيه، شي ستادد اند نوت فور 3 ييرز بيفور، ذاكرت وايه واتمرنت براكتس لمده 3 سنوات بيفور شي became an electrician قبل أن تصبح كهربائية. She knows how to work safely، عرفت ازاي تتعامل بأمان with ايه ولاد with electricity مع الكهرباء. To use electricity safely كي تستخدم الكهرباء بأمان. Never touch anything electrical with wet hands، لا تلمس أي شيء كهرباء بعيد يا ولاد مبتلة. سؤال الماتش اتلغى يا ولاد في الصف الرابع والخامس والسادس. القطع موجودة. My name is May، أنا اسمي مي. My father is a fisherman، بابا صياد. He works in the fishing industry، يعمل في صناعة الصيد. He wakes up very early، يستيقظ مبكرا. And goes out on his boat to catch fish، ويخرج على القارب بتاعه لصيد السمك. Then in the afternoon، بعد كده بعد الظهيرة، he comes back، يعود and sells his fish، ويبيع السمك. My uncle is a farmer، عمي فلاح. He works in the farming industry، يعمل في الزراعة. He looks after the trees، يعتني بالأشجار and gives them water ويرميهم ويديهم كمان النيوترينتس العناصر الغذائية. My brother is a librarian، أخوي أمين مكتبة. He works in a school library، يعمل في مكتبة المدرسة. He looks after all books، بيعتني بكل الكتب. It should the correct answer. The text is about، النص ده بيتكلم عن transportation وسائل المواصلات، فروتس فواكه، ودر ماء ولا جبس، وظائف طبعا جبس. The underlined phrase wakes up your psyches means gets up your psyches makes up ولا goes up ولا gives up، طبعا هي gets up. Answer the following questions. Who is a librarian؟ من هو أمين المكتبة؟ طبعا هنقول ايه؟ Her brother، أخوها. What does a farmer do؟ الفلاح بيعمل ايه؟ He works in the farming industry. و he looks after trees and gives them water and nutrients. إجابته السؤال الرابع. سؤال الترتيب اتلغى بالنسبة للصف الرابع.
بنكرويشن موجود. ليه كابيتال ار كاميلز مور بيوتفول ذان هورسز؟ كويشن مارك عشان ده سؤال بمعنى هل. اكتب باراجراف عن ايه؟ ماي هوم بيتي. تتكلم عليه وير دو ليف اين تعيش؟ واتس يور فيفريت روم؟ تتكلم ايه مثلا؟ تقول اي ليف ان هاوس انا عايش في منزل. وي هاف 3 بيدرومز عندنا 3 غرف نوم ان كيتشن باث روم ليفينج روم. ماي فيفريت روم از ماي بيدروم، غرفتي المفضله هي غرفه نومي. اي كان ستادي اند ريلاكس ان ماي بيدروم. وكده زي ما احنا خدنا كل الموضوعات موجوده في كتاب المعاصر الكبير، كتاب الملخص اللي هو الملخص الكبير يا اولاد. الموضوعات كلها موجوده في نهايه الكتاب. 51 المحافظة التانية محافظة الجيزة، وإن السؤال ده اتلغى. الاختيارات ذا فينيك فوكس ثعلب الفينيك ليفز إن، ذا بيعيش فين يا ولاد؟ ريفر نهر، ديزرت الصحراء، سي بحر، وذلك بحيرة. طبعا عايش في الديزرت. فارمرز لايك سبايدرز، الفلاحين بيحبوا العناكب. بيكوز إيه؟ لأن العناكب بتاكل إيه؟ إنسكتس حشرات، فروتس فواكه، بيرد الطيور، كروبس محاصيل. طبعا بياكلوا إنسكتس حشرات. ماي هاوس إز نوت the hospital and the park. بيت ماله يا ولاد؟ المستشفى ولا الحديقة؟ ان في ولا نيكس ولا بتوين ولا ان فرونت اوف؟ طب عندي اند دي مكان اول ما الاقي كلمة اند بين مكانين ناخد واحنا مغمضين كلمة بتوين يعني بينه. بيتي بين الهوسبيتال والبارك. I think اعتقد ان الكاتس ار نوت زان دوجز. عندي زان عايز قبلها صفة اي ار، يبقى نايس ولا نايسر ولا نايسست ولا ذا نايسست؟ طبعا نايسر، نايسر زان دوجز. القطط ايه يا ولاد؟ ألطف من الكلاب. يريد أن كومبليت ذا تيكس ويز وودز إن ذا بوكس. تعال نكمل. سيلز يبيع فروت فواكه، فاكتوري مصنع، سكول مدرسة. I think the most difficult job is the farmer. في اعتقاد إن الوظيفة الصعبة هي وظيفة اللي هي ولاد الفلاح. He works very hard، يعمل بجد. He grows vegetables، يزرع الخضروات and fruit والفاكهة. all year طوال العام. he looks after the trees، يعتني بالأشجار and plants والنباتات. he sends a lot of fruit، يبعث أي يرسل الكثير من هذه الفاكهة to the factory إلى المصنع علشان يعملوا منها إيه يا ولاد؟ عشان يعملوا منها إيه؟ to make orange juice، عصير البرتقال. he also sells، بيبيع some of his oranges in the supermarket، في السوبر ماركت. قلنا الماتش اتلغى. القطعة My brother Maggie is interested in flowers. أخويا بيحب الزهور. Maggie he is doing research about the life cycle of sunflower. بيعمل بحث عن دورة حياة عباد الشمس. The sunflower is a big yellow flower. عباد الشمس وزهرة كبيرة صفراء. First we plant the sunflower. أول حاجة بنزرع sunflower seed in the soil في التربة. We put it in sunlight. نضعها في الشمس. And water it ونرويها. Next ثم the seed germinates تنبت and it starts to grow roots under the soil وتنبت الزهور أسفل البذور، سوري الجذور تنبت فين ولا تحت التربة under the soil. after that بعد ذلك the shoot النبتة grows above the soil تنمو النبتة فوق التربة. it grows leaves يعني ايه؟ بتنمو ايه؟ وتخرج الأوراق. it gets taller وتبدأ أطول أكتر وأكتر. after about 4 months بعد حوالي 4 شهور the sunflower opens and faces the sun، تبدأ تتفتح وتواجه الايه؟ الشمس. finally في النهاية the sunflower dies and drops its seeds، يعني ايه؟ ذات عباد الشمس تموت وتسقط ايه؟ بذورها. the process begins again، وتبدأ عملية الانبات مرة أخرى. تعال نختار. this sequence is about the life cycle of tomatoes، دورة حياة الطماطم، ولا rose الأرز، ولا sunflowers عباد الشمس، ولا roses الزهور. طبعا ايه؟ sunflowers. the seed nod and it starts to grow under the soil، تبدا ايه؟ تطلع ايه؟ تحت التربه. drops ولا rays ولا falls ولا germinates؟ germinates تنبت. answer the following questions. what does the sunflower need؟ عباد الشمس محتاج ايه يا ولاد؟ محتاجه sunlight and water. ضوء الشمس والماء. What happens after 4 months of the to the sunflower؟ بعد 4 شهور بيحصل لها ايه؟ sunflower opens and faces the sun، تتفتح وتواجه الشمس. ترتيب اتلغى. ال H
How do we grow plants؟ كيف نزرع النباتات؟ عاوزك تتكلم على ذكاء ملء الجمل. خدنا درس بتاع الجمل والحيوانات، نكتب جمل خاصة بالايه يا ولاد، بالجمل من عندنا بندرس الموضوعات كلها، قلنا موجودة في كتاب الشرح. 53 الإسكندرية. It was a correct answer from A, B, C or D. I live in a knot. It's made of cloth. أنا عايش في من فين؟ مصنوعة من القماش. House boat مركب عائم. Apartment شقة سكنية. Tent خيمة. House منزل. أنا عايش في إيه؟ عايش في تنت مصنوعة من الإيه؟ من القماش. زريم جزل غزلات الريم. have long عندها لونج إيه؟ هورنس قرون طويلة. وينجس أجنحة. فيزر سريش ولا بيكس مناقير؟ طبعا فيها هورنس. نقط ار ذا بلامرز تولز. عاوزة أشاور على أدوات السباكة، أقول عليها زيس ولا زيس ولا زيت ولا ذا؟ طبعا ذيس ار، هؤلاء يكون. crocodiles are not dangerous than spiders. دي صفة طويلة، بنجيب بعدها than وقبلها ايه؟ most ولا the most ولا the least ولا more؟ طبعا more dangerous than spiders، يعني أكثر خطورة من. you don't complete the text with words A in the box. oranges برتقال. scales بهارات. vitamins الفيتامينات. look ينظر. my father is a farmer، بابا فلاح. he grows oranges، بيزرع البرتقال. he all year طول العام. he gives the trees water and nutrients to ايه؟ اترك افضل زي عشان يعتني بيه. قال لك زين he picks the fruits sector في الاستثمار. he sends a lot of oranges to the كثير من البرتقال. to the factory المصنع to make orange juice صناعة عصير البرتقال. he also sends some to the supermarket، يرسل بعض للسوبر ماركت to sell لكي يبيعها. oranges have many vitamins، البرتقال مليان بالفيتامينات. and we should eat them all the time to be strong، لازم ناكلهم طول الوقت لكي نبقى ايه؟ اقوياء. الماتش اتلغى. صفحة كام دي يا ولاد؟ 53 بدل 54. القطعة computers are machines، هي آلات. that can help us in many ways، بتساعدنا بطرق عديدة. But they can't think or do things themselves، بس مش بتفكر وتعمل حاجات بنفسها. they can store much information، بتخزن معلومات كتير جدا. they can save much time، بتوفر وقت. and work fast، وتعمل بسرعة. the first computers were huge، الكمبيوترات اللي في الأول كانت ضخمة. and expensive، وغالية. later they invented smaller and cheaper one، وبعد كده صنعوا ايه؟ كمبيوترات صغيرة وأرخص. We use computers in everything in our life، بنستخدمها في كل حاجة في حياتنا. doctors الأطباء use them to check their patients، بيستخدموها في فحص المرضى. teachers use computers to help their students، المعلم بيستخدمها في مساعدة الطلاب. and to teach them علشان ايه؟ يعلمهم اونلاين عبر الانترنت. teachers use computers to help their students to teach them online. factories المصانع also use computers to save information about the workers and the machines. بيقول لك في المصانع بيستخدموا أجهزة الحاسب الآلي عشان save information، يا ولاد بيحفظوا المعلومات about workers عن العمال اللي عندهم في المصانع، وكمان الماشينز الآلات. It should the correct answer from A, B, C or D. the underlined word huge، كلمة huge معناها ايه يا ولاد؟ very ايه؟ short قصير جدا، very small صغير جدا، very big كبير جدا، very young صغير جدا، طبعا very big. بعد كده the first computer، computer اول كمبيوتر استخدموه was cool ولا expensive ولا smart ولا cheap؟ طبعا في الاول يا ولاد كان ايه؟ كان expensive، كان غالي. summarize the second paragraph in one sentence، عاوزين نلخص بقى الباراجراف التاني ده كله ايه في جملة. هنقول we use computers in everything in our life، بنستخدم الكمبيوتر في كل حاجة في حياتنا، ده التلخيص. وبدأ بقى يقول لك بنستخدمه في ايه. what can the computer what can the computers store، الكمبيوتر store بتخزن ايه يا ولاد؟ تعال نشوف اصلا الفيرب store. قال لك بتخزن المعلومات. قال لك they can store much information، بتخزن معلومات كتير جدا. تمام. بعد كده الترتيب اتلغى قلنا. punctuation I think crocodiles are scary، في اعتقاد انهم ايه؟ ان التماسيح مخيفة.
اتكلم على يور ابارتمنت اللي هي الشقة السكنية اللي انت عايش فيها، اين تعيش، which is your favorite room. انا بعيش في شقة فيها كام غرفة، الغرفة المفضلة بالنسبة لي بعمل فيها كذا زي ما قلنا قبل كده. 55 قليوبية. in a competition في المسابقة، someone tries، كل واحد بيحاول ان هو ايه لوز يخسر، وين يفوز، طرافي يسافر في لايتر طبعا وين يفوز. I take a shower، انا بقى بستحم، I take a shower in the kitchen في المطبخ ولا بيدروم ولا ليفينج روم ولا باثروم، طبعا بستحم في الحمام. كروكودايلز ار، التماسيح مالها، دينجر الزان، ادي زان يا ولاد، وعندي صفة طويلة ناخد قبلها مور، تبقى مور دينجر الزان فيش. I don't like الكولا، مش بحب الكولا، other unhealthy drinks and unhealthy drinks، انا مش بحب الكولا ولا الأطعمة الغير ولا المشروبات الغير صحية التانية. بيقول لك ريد ان كامبليز تيكس ويز وورد سينس بوكس، ديزرت صحراء، رين مطر، ريفرز انهار، سيل بذور او بذرة، انزا جري كالتشرال هابيتات في البيئة الزراعية، فارمرز الفلاحين، جرو فود فور اس تو ايت، بيزرعوا لنا الطعام لكي ناكله، بلانتس نير ذا نوت اند ليكس، نير ا لوت اوف فودر، نير ريفرز اند ليكس بتحتاج ميه كتير، بلانت ذات ليف ان ذا دونت نيد اوت اوف فودر، اللي عايشه في الصحراء مش محتاجه ميه كتير، there is not much rain، مفيش مطر كتير في الصحراء، so we can find an acacia، بنجد ايه نبات الاكيشا ويت مارسك زير. وين داليا was a baby، لما داليا كانت بيبي، she played with blocks، كانت بتلعب بالمكعبات، she put one block on top of another، كانت بتحط المكعبات فوق بعضيها، when she became older، لما كبرت she started making things، بدأت تصنع الأشياء، she made a little house for her dog، عملت بيت صغير لكلبها، and a bed for her sisters، دول وعملت سرير للعبة أختها، عروسة أختها، she always carried a tape measure، دايما معاها شريط القياس، and a pencil، وقلم رصاص. you can call Dahlia when you want to change something in your house، ممكن تكلم داليا لو عايز تغير حاجة في ديكور المنزل. تعالوا نختار، داليا always carried، داليا دايما بتحمل، دول دوب تيب ميجر ولا بين، طبعا معاها تيب ميجر، the text talks about داليا السيستر ولا داليا ولا منى ولا هبة، طبعا بنتكلم على داليا نفسها، do you think داليا in the future can work as electrician or an architect، طبعا ده تطلع architect، she will be an architect، تطلع مهندسة معمارية. why did Dahlia use a tape measure، بتستخدم شريط القياس ليه؟ هنقول تو ميجر ثينجز، لكي تقيس الأشياء، ترتيب ما فيش، اتلغى ال W وال question mark عشان ده سؤال، horses اتكلم على الخيول، خدنا الدرس بتاع الخيول في الواحدة بتاعة الحيوانات، 57 الشرقية، we not respect to our teachers، احترام المعلمين، شو يظهر listen ولا thank ولا play، show respect، نظهر الاحترام للمعلمين، the not eats small fish، مين اللي بياكل سمك صغير، spider عنكبوت، كمل الجمل، pelican الباجع ولا horse، طبعا البليكن، the giraffe is زرافة، is not than the horse، than عايزين قبلها صفة يار تبقى taller، this flower is، هذه الزهرة مالها، beautiful flower، اه عايزة اودي اجمل زهرة، تبقى يا ولاد the most beautiful flower، انا مش بقينها بحاجة، ده هي واخدة صفة لوحدها، دي صيغة التفضيل، إذا كان بليزا تيكس ويز وورد سينسا بوكس، إلكتريسيتي كهرباء، لايبراري مكتبة، بوكس كتب انفورميشن معلومات، أي عمر، أنا اسمه عمر، أي لايك بوكس، بحب الكتب فيري ماتش كثيرا جدا، أي أم لايبراريان، أنا من مكتبة، أي ورك إن سكول لايبراري، أعمل في مكتبة المدرسة، اتس ماي جوب تو لوك افتر اول ذا بوكس، وظيفتي إن أعتني بكل الكتب، أي باي لوتس اوف نيو بوكس، بشتري كتب جديدة، أند أي هيلب تشيلدرن
find the information they need، بساعد الأطفال في إيجاد المعلومات اللي محتاجينها. It's an interesting job for me. الماتش اتلغى. 58. Plants are very important for us. النباتات مهمة جدا بالنسبة لنا. In Egypt في مصر farmers grow different plants. فلاحين بيزرعوا نباتات مختلفة. We are growing tomato plants. بنزرع بذور الطماطم on the balcony في البلكونة. Tomatoes have seeds inside. الطماطم بداخلها بذور. We can take the seeds. ممكن ناخد البذور مرة تاني and grow new tomatoes. ونزرع منها طماطم جديدة. We plant a seed. نزرع البذرة and the plant grows والبذرة تنمو. This is called germination. دي اسمها عملية الإنبات. The water sorry we water the plant every day. نروي النبات كل يوم. And the roots grow under the soil. والجذور تنمو أسفل التربة. The plant grows flowers and the flowers become tomato fruits. يعني يا ولاد النبات بيزهر أي أو بينبت أو بيخرج الزهور، والزهور تتحول إلى يا ولاد إلى الثمار. Tomatoes are green before they are red. الطماطم بتكون خضراء قبل أن تكون حمراء. تعال نختار. This text is about النص ده عن جوبس، وظائف animals حيوانات. Tomatoes ولا بوكس طبعا عن الطماطم. We can take the nut and grow new tomatoes. ناخد الروتس الجذور. فروتس ثمار ولا سيدز البذور ولا ليفز طبعا هناخد البذور. بعد كده What do tomatoes have inside؟ ماذا بداخل الطماطم؟ هنقول tomatoes have seeds inside. الطماطم بداخلها بذور. What is germination؟ ما هي عملية الإنبات؟ قالك we plant a seed. نزرع البذرة and the plant grows والبذرة تنمو. هي دي ولا عملية الإنبات، انك تزرع البذرة والبذرة تنمو، ده الجيرمينيشن. اللي بتاعت احمد، احمد لايكس هيلثي فود. دي جملة. How we can use electricity safely؟ ازاي نتعامل مع الكهرباء بأمان؟ طبعا قلنا ايه، don't touch anything electrical with his hands، الحاجات دي كلها. Don't use anything in the socket, only use plug. طبعا الدرس بتاع الأمان مع الكهرباء. فيفتي ناين، المنوفية. I play basketball. I play football in the park. طبعا and بلعب حاجتين يبقى and. I sleep in the بنام فين، في البيدروم ولا الباثروم ولا ليفينج روم ولا كيتشن؟ طبعا بنام في البيدروم. بلامرز السباكين، فيكس بايس بيصلحوا المواسير and ايه فوسيتس حنفيات وكارز ولا الكتريسيتي ولا تشيرز طبعا والحنفيات. Not children are watching TV. عايز اشاور على التلاميذ. This that those they طبعا دي الجمع، يبقى هشاور عليهم وقول those children are watching TV. الطلاب يشاهدوا التلفاز. Read and complete the text with words in the box. Summer الصيف، داون أسفل، meet يقابل، parents الوالدين. I live on a pot. أنا عايش على سطح قارب. In the summer في الصيف. It's very big. إنه كبير جدا. My not work on my parents والدي. يعملوا على tourist boats قوارب سياحية. And I go with them بروح معاهم. We travel up and down the Nile. نذهب ذهابا وإيابا في النيل. I like the summer very much. بحب الصيف جدا. I see many interesting places and I meet people from all over the world. بشوف الناس من جميع أنحاء العالم. 60. There are many beautiful animals live in the desert. في حيوانات جميلة عايشة فين؟ في الصحراء. ريم جيزل، غزالة الريم is one of them، واحدة منهم. ريم جيزل look very beautiful، شكلها جميل جدا. They live in the Sahara desert، عايشين في الصحراء الكبرى. And they walk around يتجولوا looking بحثا عن فور جراس، العشب، ليفز، أوراق الأشجار، and plants والنباتات، تويت لكي يأكلوها. They have big ears، لديهم أذنين كبيرتين، and long horns وقرون طويلة. They have yellow white coats، لديها إيه؟ فار وأبيض في أصفر. which protect them from the sun، بيحميهم من الشمس. like camels، مثلهم مثل الجمال. they don't need to drink a lot of water، مش محتاجين يشربوا مية كتير طالما عايشين في الصحراء. تعال نختار the main idea، الفكرة الرئيسية في the text is about فينيك فوكس، ريم جيزلز، the Sahara desert ولا بلانت. طبعا بيتكلم على ريم جيزلز. the word not means to keep them safe. safe يعني آمن. يعني ايه يحفظك آمن؟ ليف يترك، بروتكت يحمي، ليف يعيش، لوك ينظر، طبعا بروتكت يحمي. where do ريم جيزلز live؟ أنا تغيير تعيش. هنقول they live
in the desert في الصحراء. Why are the yellow white coats useful to rim gazelles؟ ليه مفيد الفرو بتاعهم يا ولاد؟ هنقول which protect them from the sun، بيحميهم من أشعة الشمس. فيش ترتيب ال W وال question mark. My town اتكلم على مدينتك اللي انت عايش فيها، فيها مدرسة، فيها سوبر ماركت، فيها حاجات كتير. آخر محافظة معانا محافظة الغربية في الفيديو ده يعني. They not millions of seeds made ولا planted ولا helped ولا lived، طبعا زرعوا بذور، ملايين البذور. The not is a place where I learn، مكان بتعلم فيه. بروح فين عشان اتعلم؟ hospital، سوبر ماركت، ولا سكول، ولا اوفيس؟ طبعا بروح لسكول، المدرسة. The boy للولد not ice cream، he doesn't eat it، مش بيحبه، مش بياكله. يبقى the boy dislikes، لا يحب، ولا likes، ولا unlike، ولا like. طبعا dislikes، لا يحب. Not is my eraser، السيك. This ولا those ولا this ولا that، طبعا الشارع مفرد بزيس. I didn't come believe the text with words in the box، roots جذور، like يحب، green أخضر، leaves أوراق الأشجار. Farmers work on farmers، الفلاحين يعملوا في المزارع. They water the plants، بيروا النباتات. When plants grow، عندما ينمو النبات. We see the نقط، نرى ايه يا ولاد؟ نرى ايه؟ الليفز، الأشجار، الأوراق. They aren't very big، the plants are still small. بعد كده the color of the plants are different، tomatoes are، الطماطم بتكون green before they are red. I not to see plants and flowers، I like، بحب اشوف النباتات والزهور. They are beautiful. القطعة my dad is an electrician، بابا كهربائي. He connects electricity to houses، بيوصل الكهرباء للمنازل. He helps people use lights، بيساعد الناس في استخدام الأضواء. Watch TV and use computers، وإن هم يستخدموا التلفزيون والكمبيوتر. Electricity is important but it can harm، أصل ممكن إيه؟ harm يعني يضر، ممكن تضرنا. My dad knows how to work safely with electricity، بابا عارف إزاي يتعامل بأمان مع الكهرباء. He uses a screwdriver، دايما بيستخدم معاه المفك. And never touches electrical things with wet hands، مش بيلمس أي حاجة بأيد مبتلة. He never puts anything in a socket، مش بيحط أي حاجة في السوكت. Electricity is very dangerous، الكهرباء خطيرة جدا. If we get an electric shock، لو حصلنا صدمة كهربية. We can control our bodies، electricity can also burn us، وممكن تحرقنا. He choose the correct answer from A, B, C or D. An electrician، الكهرباء، is a person who connects، بيوصل ايه to houses، بيوصل وذر، مية ولا جاز ولا electricity ولا زي انترنت، طبعا electricity. The underlined word harm means clean ولا hurt ولا refresh ولا care، طبعا harm يعني يؤذي. What tools does the electrician use، ايه الأداة اللي بيستخدمها الكهربائي؟ هنقول he uses a screwdriver، بيستخدم المفك. Summarize the second paragraph in one sentence، هلخص. قالك my dad knows how to work safely with electricity، بابا عارف ازاي يتعامل بأمان مع الكهرباء، ده التلخيص. أي إجابة للتلخيص بتكون مقبولة. I capital، I can speak English and Arabic، نحط النقطة. عايز paragraph عن camels، الجمال، واخدنا الوحدة كاملة عن الحيوانات ومنها الجمال، تتكلم على ايه؟ الجمال. كده يا ولاد نكون انتهينا من حل أول ايه 7 محافظات، أول 7 اختبارات من ملحق المعاصر للصف الرابع. الفيديو الجاي ان شاء الله يكون معانا 7 محافظات كمان. انا هحل الملحق كله على 3 فيديوهات عشان تكونوا عارفين، 3 فيديوهات الملحق كله هيكون موجود في قائمه تشغيل الصف الرابع. بعد كده ابدا احل PDF اللي منزلاها المعاصر باحدث المواصفات يا ولاد، وهنحل كمان مراجعه ليله الامتحان جميع المواد. انا بنزل جميع المواد من الصف الرابع للصف الايه السادس. في انتظار دعمكم بلايك للفيديوهات وشير للفيديوهات واشتراك في قناه اليوتيوب، وكمان متابعه لصفحه الفيسبوك مس هبه رجب لاي استفسار. بتمنى لكم نجاح البر والتوفيق بإذن الله. كانت معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.